مكونات البلاك باودر كنا قلنا هو الشاركول، والشاركول هو نوع من الفحم احنا اللي بنحضره بنفسنا. هناخد دلوقتي حالا طريقة تحضيره. الشاركول بيتحضر عن طريق حرق الخشب في نسبة قليلة جدا من الأكسجين عشان ما يكونش فيه أي كمية مية في تركيبه، وهو ده اللي بنستخدمه. ده مختلف عن الفحم اللي بيتم استخراجه من المناجم، اللي هو بيكون اتكون عن طريق سنين كتيرة من الضغط والحرارة في بطن الأرض لبقايا النباتات والحيوانات. هنشوف هنا عملية تحضير الفحم أو الشاركول. الشاركول بنقدر نستخدمه في الاستخدامات العادية بتاعة الفحم، وطبعا بنقدر نستخدمه في الجان باودر. دي أدوات بسيطة جدا لصناعة الشاركول. هجيب صندوق معدني وهيعمل فيه ثقوب من الأسفل على مسافات متساوية، القاعدة بتاعته طبعا مقفولة، والثقوب دي للتحكم في كمية الأكسجين إنها تكون بسيطة جدا أثناء احتراق الأخشاب اللي هيحطها. بعد كده بعد ما يملاها بالأخشاب هيحط عليها برميل تاني معدني لكن مفرغ، ملهوش قاعدة ولا غطاء، وهيكون برضو فيه ثقوب من أسفل على المسافات المتساوية. كل ده لتقليل كمية الأكسجين الداخلة للخشب أثناء احتراقه، لأن هو ده الشرط الرئيسي لتحضير التشاركول. بعد ما ملأ الوعاء بالأخشاب بقطع الأخشاب العادية هيولع فيها بأي طريقة، ممكن يصب شوية وقود صغيرين ويشعل النار أو يولعها بأي وسيلة. الفرق بين طريقته والطريقة اللي وراه إن الطريقة اللي وراه هتطلع أدخنة كتير، لكن الطريقة اللي هو هيستخدمها مش هتطلع دخان بنسبة كبيرة جدا، هتطلع حرارة بس لكن الدخان ده مش هيكون طالع. بعد ما هيحضر الفحم هيغطي الوعاء بإحكام زي ما هنشوف بعد شوية. هنا هيبدأ بتعبئة الخشب في الصندوق المعدني اللي تحت، أي قطع طبعا من الأغصان والأشجار اللي حواليه. هيشعل الخشب اللي في الصندوق اللي هو صنعه. وهينتظر شوية لحد ما النار تنتشر في الخشب. بعد ما النار انتشرت في سطح الخشب هيبتدي يحط الجزء التاني من البرميل المعدني فوقيها، طبعا البرميل المجوف اللي فيه ثقوب من الأسفل اللي احنا لسه شايفينه. طبعا بيبدأ الخشب يشتعل، وبعد ساعتين بيجد ان هو حصل على الشاركول اللي هو عاوزه. ودي طريقة سهلة للحصول على الشاركول وتحضيره. بسهولة في أي مكان. طبعا عاوز خلاص يطفي الفرن بتاعه بتاع تحضير الشاركول. طبعا بنشوف ان هو لما شال الجزء العلوي الدخان تصاعد، ولما هيحط الجزء العلوي هيبتدي الدخان يختفي. عشان يقفل الفرن بتاعه هيبتدي يجيب رمل ويسد الفتحات الصغيرة اللي في أسفل الصندوق السفلي. هيحط رمل من كل الاتجاهات عشان يسد كل الثقوب ويمنع دخول الأكسجين، عشان خلاص عايز يقفل الصندوق بتاعه ويحصل على الشاركول اللي هو عاوزه. وهيقفل الصندوق اللي تحت بالغطاء بإحكام. طبعا في البداية لما هيجي يقفل كمية الدخان اللي جوه هتبتدي تحاول تطلع من الصندوق، ده عادي، هيسيبها عدة ساعات وياخدها بالليل قطع الشاركول بعد ما تكون بردت، أو تاني يوم الصبح.
لان هتكون النار اتطفت والشاركول برد واصبح جاهز للاستخدام. طبعا الطريقة اللي هو استخدمها دي كانت طريقة بسيطة ويقدر اي حد يعملها في اي مكان. زمان كان الحصول على الشاركول ده كان البارود الاسود بيستخدم لقرون، وكانت الطريقة المعتمدة في تحضير الشاركول هو تكوين افران لتحضيره. طبعا charcoal does not consist of pure carbon لأنه هو partially polarized cellulose in which the wood is not completely decomposed، ودي ميزة الشاركول عن الكول أو الفحم العادي. دي شكل الأفران القديمة اللي كانت بتستخدم لتحضير الشاركول، كانت بتكون من قطع الصخور وبيتملى الفرن من الداخل بقطع الأخشاب ويتم إشعالها، وطبعا شايفين إن مفيش أي مدخل للأكسجين لتقليل نسبة الأكسجين الداخلة أثناء احتراق الأخشاب. ده كمان شكل تاني لأنواع الأفران اللي كانت بتستخدم لتحضير الشاركول. هنا ما عندوش صخور لكن كان بيغطي الأخشاب اللي هيحرقها بطبقة كبيرة من الطين وبيولع فيها ويبتدي يحصل على الشاركول اللي هو عاوزه. تحضير الشاركول مازال هواية ناس كتيرة بتمارسها. ده نفس الفرن اللي شفناه في الصورة لكن مصنوع بطريقة أفضل شوية، وده أيضا نفس الفرن اللي كان موجود في الفيديو. هنتكلم دلوقتي عن المكون الثالث في الجان باودر، هو السلفر. والسلفر كان معروف في الحضارات القديمة وكان عارفينه علماء العرب والمسلمين، وكان من ضمن الناس اللي اكتشفت حمض الكبريتيك. طبعا سلفر يعني كبريت باللغة العربية، فحمض الكبريتيك كان أول حد اكتشفه هو العالم الكيميائي المسلم جابر بن حيان، وسماه زيت الزاج. وهنعرف سبب تسميته للكلمة دي لأن أول مصدر حصل عليه كان عبارة عن كريستالات من كبريت النحاس وكبريت الحديد اللي كانت بتكون موجودة في الكهوف، وكانت بتشبه قطع الزجاج. فلما استخرج منها حمض الكبريتيك سماه زيت الزاج. دي شكل كبريتات النحاس الزرقاء وكبريتات الحديد الخضراء تشبه قطع الزجاج، فسمى الحمض اللي استخرجه منها بزيت الزاج الأزرق وزيت الزاج الأخضر. وطبعا دي كانت بتوجد على شكل crystals formed by evaporation of groundwater. فالاسم التاريخي لحمض الكبريتيك هو oil of vitriol، هو اسم السلفوريك أسيد قديما أو حمض الكبريتيك أو زيت الزاج كما أسماه جابر بن حيان. وهنشوف في فيديو منفصل إن شاء الله تحضير السلفوريك أسيد أو تحضير حمض الكبريتيك على طريقة العالم الكيميائي المسلم جابر بن حيان، وإزاي كان بيعمل بايروليسز للكريستالز بتاعت كبريتات النحاس وكبريتات الحديد. أيضا المصريون القدماء عرفوا الكبريت، والصينيين عرفوا الكبريت، والهنود أيضا. والكبريت أحيانا بيوجد في مصادر طبيعية وبيسمى برايم ستون أو بيرنينج ستون، وكان بيستخرج لفترة طويلة جدا من المصادر الطبيعية دي زي ما هنشوف دلوقتي، إلى أن تم تحضيره للصناعة عن طريق استخراجه كباي برودكت عن طريق إزالة السلفر من السلفر كونتيننج
natural gas and petroleum. فده مثلا حقل رسوبي للكبريت زي ما احنا شايفين موجود في الطبيعة بهذا الشكل على سطح الأرض، وسهل جدا استخراجه. كمان في كبريت بينتج من البراكين زي ما احنا شايفين، وكانت دي طرق الحصول على الكبريت من أماكن تواجده في الطبيعة. فالحقل ده موجود في العراق، والكبريت البركاني ده موجود في إندونيسيا، هنا كبريت في محيط بركان في أثيوبيا، وهنا كبريت مستخرج من منجم في بوليفيا. فكان في مصادر طبيعية كتيرة للحصول على الكبريت قبل استخراجه كباي برودكت من العمليات الصناعية الخاصة بالغاز الطبيعي والبترول. كانت أحد الطرق اللي بتستخدم في استخراج الكبريت من باطن الأرض هي فراش بروسيس اللي هنشرحها دلوقتي، وهي طريقة بسيطة كانت بتعتمد على أن الكبريت له لو ميلتنج بوينت، وبالتالي كان بيتم استخدام